سورة المؤمنون آية 31. آية 31 سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي من بعد هلاك قوم سيدنا نوح المذكور في الآيات السابقة. ثم أنشأنا يعني خلقنا وأوجدنا من بعدهم اللي هم قوم نوح قرنا آخرين، يعني جيلا آخر. فالقرن هو الجيل. تفضل يا سيدي. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فأرسلنا فيهم، وقراءة يعقوب فيهم، رسولا منهم أن اعبدوا، منهم أن اعبدوا، أن اعبدوا، وصلت ميم الجمع مع المد 6 حركات، قراءة ورش. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا، التخلص من التقاء الساكنين بالضم عند معظم القراء، أما البصريان وعامر وحفص، البصريان وعاصم وحمزة، البصريان اللي هو أبو عمرو ويعقوب، وعاصم الكوفي اللي هو شعبة وحفص، وكذلك حمزة، يتخلصوا من التقاء الساكنين بالكسر. أن اعبدوا، أن اعبدوا، باقي القراء أن اعبدوا، أن اعبدوا. ما لكم من إله غيره، والقراءة الثانية ما لكم من إله غيره كما قلنا بالأمس، وهي قراءة الكسائي وأبو جعفر. أفلا تتقون، ربك لا يترك الناس هملا، لابد أن يرسل إليهم رسول ليقيم عليهم الحجة حتى لا يعذب أحد إلا بعدما يبين له سبيل التقوى. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأرسل لهؤلاء الجيل أيضا رسول منهم. كلمة منهم دي مهمة، ليه؟ لأنه يبقى في ألفة بينهم وبين رسولهم، وقرابة، وصلة محبة، وعلاقة مودة، وفي نفس الوقت من نفس جنسهم، ويعيش حياتهم ويشعر بمشاكلهم. فكل دي من باب تودد الله. إن قادر أن يرسل رسول مش منهم وبلغة غير لغته ويعجزهم، لا، ربنا من رحمته لا يسر لهم السبل. رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقلنا أن اعبدوا الله داخل فيها الإيمان بالرسل، لأنك لا تعرف كيف العبادة إلا عن طريق الوحي. فأن اعبدوا الله دي معناها أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لأنك أنت لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وعرفت الله كيف أعبده، لابد أن أذهب إلى الرسول يقول لي تعبده بكذا، تعمل كذا. فأن اعبدوا تحديد طريقة العبادة موقوفة على الرسل بالوحي. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فهي دعوة شاملة لكل رسول في كل جيل وفي كل أمة، هو توجيه العباد إلى عبادة رب العباد. تفضل يا سيدي. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الملأ، برضو في كل قوم الملأ هم الذين يعارضون أولا، والملأ هم العظماء والأغنياء وأهل السلطة والمصالح الدنيوية، دول هم دول الملأ.
وقال الملأ من قومه الذين كفروا. كلمة الذين كفروا دل على أن هناك من الملأ من آمن، يبقى ده تخصيص بعد إيه؟ بعد إيه؟ إجمال، كأنه عمم أولا قال الملأ وبعدين خص بالذين كفروا منهم، دل على أن في منهم من آمن. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا أي برسالة رسولهم وبقدرة ربهم، وكذبوا باليوم الآخر، وأترفناهم في الحياة الدنيا، يعني أترفناهم يعني متعناهم ووسعنا عليهم وعافيناهم، يبقى أترفناهم يعني متعناهم، وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. ادعاء المثلية المحضة في الرسول كفر، يقول لك بشر زينا زيه، ما ينفعش، ده ادعاء الكفار. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ده المثلية البشرية، ده من باب الرحمة، لأنك لما تتعامل مع بشر مثلك أكثر من أن تتعامل مع ما ليس جنسك. لو بعت لك رسول من الجن وأنا شايف الجن عشان أتبعه، ولو سمعته هيجي لي نوع من الخبل لأن حسمع ما لا أرى. ولو بعت لي ملك رسول مش هعرف أتبعه، هقول أصل هو ملك، أنا ما أعرفش أعمل اللي بيعمله الملك، الملك معصوم لكن أنا مش معصوم، أنا عندي شهوة والملك ما عنده الشهوة. وبالتالي لما يبعت لك بشر فيه ما فيك من ضعف البشرية ومتطلباتها وشهواتها، ثم يأمرك ويكون أسوة لك، يكون رحمة بيك. وعلشان كده لما ادعوا البشرية المحضة لكونه يأكل ويشرب زيهم كانوا كفر بنعمة الله، لأن من نعمة الله أن يبعت لك اللي يدلك واحد منك زيك في الظاهر، والرسل في الظاهر بشر وفي الباطن ملائكة لأنهم معصومون، فباطنهم كالملائك. قايل كده في عقيدة العوام اللي كانوا بيدرسوها للأطفال المسلمين، ظاهرهم بشر وباطنهم كالملائك. ليه كالملائك؟ لأنهم معصومون، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، والأنبياء كذلك والرسل لا يعصون الله ما أمرهم، ولكن هم أفضل من الملائكة. ليه؟ لأن فيهم الشهوة والملائكة ما فيهمش الشهوة، وبالرغم من ذلك لا يعصون الله ما أمرهم. يبقى الأنبياء أفضل من الملائكة، معصومون كالملائكة وهم أفضل من الملائكة. تفضل يا سيدي. ايوه بيقرا لك بورش، ولئن اطعتم بنقل حركه الهمزه، ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. شوف صله ميم الجمع مع المد ست حركات، وراء خاسرون رقيقه عند ورش، لخاسرون تبقى راء رقيقة، باقي القراء لخاسرون تبقى راء فخمة. تفضل يا سيدي. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيعدكم، والاستفهام ده استفهام استنكار استبعادي، لأنه بيستبعدوا قدرة الله، أنكروها، فيسموه استفهام إنكاري استبعادي. أيعدكم أنكم إذا متم قراءتان، متم قراءة نافع وحفص والأصحاب، الأصحاب اللي هم مين؟ حمزة والكسائي وخلف.
يبقى كل دول يقولوا ايه؟ متم بكسر الميم. باقي القراء يعني شعبة وباقي القراء، شعبة هيبقى الوحيد من الكوفيون، شعبة بس، وباقي القراء يقولوا متم زي لغة المصريين. المصريين ما يقولكش متم، يقولك متم، فهي لغة فصيحة أيضا قرآنية. أيعدكم أنكم إذا متم، إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، يعني مبعوثون بعد الموت. وطبعا ما تنساش ورش هيصل ميم الجمع مع ست حركات، هيقول أيعدكم أنكم إذا متم. تفضل يا سيدي. هيهات هيهات لما توعدون. نعم، هيهات هيهات لما توعدون. هيهات ده اسم فعل بمعنى استبعد. هيهات معنى استبعد، زي شتان بمعنى ايه؟ يعني بعد البون. فهمت ازاي؟ اما تقول شتان يعني بعد البون، الفارق كبير. هنا برضو هيهات يعني ايه؟ يعني استبعد، كانك بتقول استبعد استبعاد تام. هيهات هيهات. البزي والكسائي لو وقفوا عليها يقولوا هيهات هيها، يقف بالهاء. البزي والكسائي يقفوا بالهاء، هيهات هيها. لكن باقي القراء يقفوا بالتاء برضه، هيهات هيهات. لما توعدون يبقى بيستبعدوا البعث والنشور والحساب يوم القيامة. وهذا الاستبعاد ناشئ عن عدم معرفتهم أن الله على كل شيء قدير، فطعنوا في قدرة الله. يلا يا سيدي. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. الدنيا ودنيا. إن هي إلا حياتنا الدنيا. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ده بقيت كلام الكفار. إن هي، إن بمعنى ما هي، إن مخففة من الثقيلة بمعنى من نفية، كأنه بينفي. ما هي إلا، أما يقول ما هي إلا كأنه بيثبت الرأي بعده. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ما زالت حجتهم التي بسببها كفروا مستمرة في عدة آيات. كل ده كلام الكفار، يحكي كلام الكفار. تفضل يا سيدي. طبعا ما تنساش ان ابو جعفر هيقول هيهاتي هيهات، يكسر التاء. ابو جعفر، ابو جعفر الوحيد اللي يكسر التاء في هيهات. كل القراء هيهات هيهات الا ابو جعفر يقراها بكسر التاء، هيهاتي هيهاتي لما تو. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. تفضل اللي بعده. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ما زالت إن هو بمعنى ما هو. إن هو إلا رجل افترى على الله كذب. افترى يعني اختلق، اختلق من عند نفسه كذبا وبهتانا. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، يعني لا نصدق أنه يوحى إليه أو أن الله يتصل به. تفضل يا سيدي. قال رب انصرني بما كذبون. قال رب انصرني بما، باء السببية، أي بسبب تكذيبي في دعوتي. قال رب انصرني بما كذبوني، بإثبات الياء وصلا ووقفا عند يعقوب الحضرمي. تفضل يا سيدي. قال عما قليل ليصبحن نادمين. نعم، طبعا
طمأن الرسول أنه سوف ينصره على القوم، فقال عما قليل لا يصبحن نادمين، يعني يندموا على ذلك إذا ماتوا على الكفر وظهرت لهم الحقيقة على خلاف ما يتوقعوا. والندم هو الحزن على فوت مرغوب، يبقى الندم تعريفه إيه؟ الحزن على فوت مرغوب أو محبوب. لما تكون عايز حاجة وبتحبها وتريدها وبعدين تفقدها تقوم تحصل لك ايه؟ ندم، في حين انك انت كنت تقدر تحصل عليها بس انت اللي قصرت، فتقصيرك في الحصول على المرغوب يجعلك تندم عند رؤية الخسران. تفضل يا سيدي. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة، القوم دول ما كناش نعرفهم، لما جت كلمة الصيحة اللي أخذوا بالصيحة قوم ثمود، فالإمام الطبري في التفسير قال يبقى دول بيتكلم على ثمود عشان دول أهلكوا بالصيحة، وإن الرسول ده سيدنا صالح، ده تفسير الطبري قال كده، لكن الله أعلم، وممكن يكون ربنا أهلك أقوام أخرى غير قوم صالح بالصيحة أيضا، تحتمل كده وتحتمل، لكن الإمام الطبري رجح أن هؤلاء هم ثمود. لكن عاد كانوا قبل ثمود، كانوا عاد بين سيدنا نوح وبين إيه؟ ثمود، وهو بيقول إن ثم أنشأنا من بعدهم، بعد قوم نوح على طول، فكان المفروض يبقى عاد، لكن هنا لما قال الصيحة استبعدنا عاد، فقال لك يبقى احتمال تكون ثمود، ولكن ممكن تكون في أقوام أخرى بعد قوم نوح لم يذكر اسم نبيهم، لأن ربنا لم يذكر لنا أسماء جميع الأنبياء، وجاءهم نبي وأراد الله أن يبهم اسمه لبيان العبرة فقط، لأن ليس الحكم في معرفة الأسماء بل الحكمة في معرفة العبرة، ويكون أهلك أقوام أخرى بصيحة كما أهلك ثمود، فكل دي احتمالات في عند المفسرين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، والغثاء اللي هو كل ما لا يستفاد منه اللي هو هدر، أو يسموه إيه الغثاء، عارف الـ 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 الأوساخ التي تكون مع الماء في السيل، لا يسموه غثاء، يعني لا ينتفع به، زبالة، بلغة المصريين الغثاء زبالة، يقول لك زبالك نص هرميها، يبقى الغثاء هو الزبالة باللغة العامية المصرية الفصيحة المريحة، واخد بالك ازاي؟ يعني غثاء يعني ايه زبالة؟ يعني لا يعتد به، يعني ما لهمش لازمة، جثث ميتة منتنة لا لازمة له، فهمت ازاي؟ ادي كلمة غثاء، يبقى غثاء كل ما لا لزوم له ولا قيمة له، فهمت ازاي؟ فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. تفضل يا سيدي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.